خليني ارجع للبرلمان تاني. انا سالتك عن انطباعك، كيف تتعامل او كيف يتعامل زملائك النواب معاك في المجلس؟ هل انت حاسس ان المعامله مختلفه؟ يعني معامله فيها نوع من يعني جزء من الشفقه عليك، ولا جزء ان انت ند ليهم وزميل ليهم وعلى قدم وساق وعلى قدر؟ يعني قول لي انطباعاتك يعني. لا والله لا، بامانه. لا والله لا، هو اولا يعني كل الساده النواب يتعاملوا كزملاء طبعا كلهم على قدم المساواه بما فيهم انا شخصيا، وفي نوع من يعني في شكل كبير جدا من الاحترام والتوقير لكل الساده النواب بينهم وبين بعضهم، وانا واحد منهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه فعلا احيانا يمكن حتى بأفاجأ انه مثلا السيد رئيس اللجنه التشريعيه استاذنا الكبير بهاء الدين ابو شقه احيانا طبعا يقول لي رئيس حزب الوفد صحيح، فبيقول لي احيانا يقول لي احنا بنعتز بارائك ومستنيين ارائك. احيانا برضو الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. انا لسه اسالك عن العلاقه بينك ده انت نائب الوحيد ولا في نواب ثانيه؟ لا انا النائب الوحيد الكفيف اللي عنده اعاقه بصريه. اللي عنده اعاقه بصريه، لكن في 8 غيري أيوة. من ذوي الاعاقه ايضا، دول بالانتخاب. انا عشان كده بقول لحضرتك انا اول نائب بالتعيين من رئيس الجمهوريه. طب كيف تعامل معك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؟ لا الحقيقه يعني انا عايز شكل المعامله يعني. لا معاملة ودودة جدا الحقيقة يعني. هو بيعتبرني احد يعني احد ابنائه، احيانا بيبقى له تعليقات لطيفة يمكن على مداخلاتي او كلماتي في البرلمان احيانا يعني. لا معاملة الحقيقة فيها ود ومواد يعني مودة وحب الحقيقة كبير جدا من دكتور علي عبد العال الحقيقة، وده الحقيقة يعني شيء بيتميز به دكتور علي في تعامله مع كل السادة النواب وخاصة يمكن ذوي الاعاقة منهم الحقيقة. طيب انت قد